جلسة مجلس الشورى ناقشت عددا من الموضوعات المهمة، كان من أبرزها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري والصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة. طبعا المقترح كان للتخفيف عن المواطن اللي يشتري بيت لأول مرة، سكن لأول مرة عن طريق بنك الإسكان. الصراحة كان في تعديل من مجلس النواب واللي وافق عليه مجموعة من الأعضاء، أن ليس فقط اللي من بنك الإسكان، لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين الذي يشتري مسكن لأول مرة من غير بيت الإسكان بسبب أن ليس هو أهل للحصول على خدمة إسكانية بسبب الراتب. طبعا هذه شريحة كبيرة من المواطنين اللي يبني لأول مرة، إما لتجاوز راتبه الحد الأعلى للإسكان أو لعدم قدرته في الماضي وتأخر سنه إلى أن تعدى أيضا السن المقبول، فهذا يحرم الآن من هذه الميزة. والأصل أن يجب أن تكون لكل المواطنين، لأن ما زال يعني بالعكس يحتاج الذي لا يأخذ من بنك الإسكان أكثر ايضا للدعم، لانه ياخذ يعني مبالغ اكبر وبارباح عليه اكثر، فلماذا تحرم هذه الشريحه من هذه الخدمه وهي للمواطنين، والمواطنين يجب ان يكون سواسيه.